أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فهذا استكمال للدرس الذي بدأناه البارحة، وهو علاقة أصول الفقه بالعلوم الأخرى. وكنا قد ذكرنا البارحة مقدمات، أولا ذكرنا مقدمات في فضل العلم الشرعي وفي أهمية دراسة أصول الفقه، وعن العلاقة بين العلوم، وعن علاقة أصول الفقه بعلوم القرآن، وعن علاقة أصول الفقه بالحديث وعلومه. والليلة إن شاء الله تعالى نتكلم عن علاقة أصول الفقه بعلوم أخرى. نبدأ سادسا، علاقة أصول الفقه باللغة والنحو وأصوله. من أكثر العلوم ارتباطا بأصول الفقه وتأثيرا فيه علوم العربية، حتى جعل الأصوليون العلم بها شرطا من شروط المجتهد، وذلك لأن ألفاظ نصوص الوحيين جاءت بلغة العرب، فمن لا يعرف اللغة كيف يفهم الخطاب؟ ولهذا قال أبو عبد الله الهواري رحمه الله تعالى في شرحه على ألفية ابن مالك رحمه الله، قال: وبسبب عدم التحقيق في علم العربية زلت في فهم الكتاب والسنة أقدام رجال، ففهموا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ليس بصحيح، فهووا في مهوات كل ضلال. انتهى كلامه رحمه الله. وهو يشير إلى ما قلناه البارحة من أن الغرض الأسمى من العلوم كلها خدمة هذا الدين، فكلمته هذه هو يقولها في شرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف. قال: أقول ولهذا عاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أول كتاب وصل إلينا في أصول الفقه، وهو كتاب الرسالة في أصول الفقه، عاب على الذين يتكلمون في أحكام الشرع وهم يجهلون لسان العرب. وأقام الشافعي رحمه الله مع الأعراب نحو من 20 سنة يرحل برحيلهم وينزل بنزولهم، فلما سأله أصحابه فيما بعد، لما سأله طلابه فيما بعد، يعني 20 سنة ليست شيئا قليلا، مدة طويلة أن يمكث مع الأعراب، فقال: ما أردت بهذا إلا الاستعانة على الفقه. وهذه قصة ذكرها أهل التراجم، وذكرها أيضا بعض الأصوليين، يتبين بها أهمية العلم بالنحو للفقيه والأصولي. وهي أن أبا يوسف الإمام المشهور صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى دخل على هارون الرشيد، والكسائي عنده يحادثه ويمازحه، فقال أبو يوسف للخليفة: يا أمير المؤمنين، إن هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك، يعني أذهب أوقاتك واستأثر بها. فقال الرشيد رحمه الله: إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي، يعني أشياء تعجبه،
فقال الكسائي رحمه الله، أقبل الكسائي رحمه الله على أبي يوسف فقال له: يا أبا يوسف، هل لك في مسألة؟ فقال أبو يوسف: نحو أو فقه، لأن الكسائي نحوي، هو صاحب المدرسة المشهورة الكوفية. فقال الكسائي: بل فقه. فضحك الخليفة ثم قال: تلقي على أبي يوسف فقها؟ قال: نعم. ثم قال: يا أبا يوسف، ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار؟ والظاهر الله أعلم أنه لم يحقق الهمزة في إن، لأنه لو حقق الهمزة لظهرت حركتها، فيكون الجواب وجها واحدا، وهو يريد أن يمتحنه، يمتحن علمه. فقال أبو يوسف: إن دخلت الدار طلقت. قال: أخطأت. فقال الخليفة: كيف الصواب؟ قال: إذا قال أن فقد وجب الفعل ووقع الطلاق، وجب يعني ثبت، وإذا قال إن فلم يجب ولم يقع الطلاق، يعني إذا قال أن بفتح الهمزة فيكون تنجيزا للطلاق، وتكون أن هنا معللة، وإذا قال إن صارت شرطية والفعل لم يقع، وإلا فما معنى الشرط؟ وحينئذ لا تطلق إلا بعد الدخول لو دخلت. قال الرواة: فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي. واستمداد علماء الأصول في كتبهم الأصولية من علوم اللغة العربية ظاهر بين، حتى ادعى شهاب الدين القرافي رحمه الله بأن أكثر قواعد أصول الفقه مأخوذ من العربية. وقال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: غالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية. انتهى كلامه رحمه الله. والزمخشري وهو من علماء اللغة يرى أن أصول الفقه مبني على النحو، حيث قال في كتابه المفصل: معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبني على علم الإعراب. انتهى كلامه. ومع ذلك فقد كان استمداد الأصوليين لهذه المباحث من كتب النحو كان استمداد المجتهدين للمقلدين، ولهذا وقع لهم كثير من التحقيق والتدقيق في تلك المسائل المأخوذة من النحو وغيره من علوم العربية، فمن هنا تراهم يوافقونهم تارة ويخالفونهم أخرى، هذا مع ما في البحث الأصولي من التنقيب عن المعاني والدلالات، التنقيب عن المعاني والدلالات وبيان الأثر الفقهي، وهو شيء لا تسعف به كتب النحاة. فانظر مثلا الاسم الموصول، فإن تسمية اللفظ اسما موصولا وتعيين الألفاظ الموصولة قد أخذه الأصوليون من النحاة، ولهذا قال أبو عبد الله المالقي رحمه الله في شرحه على مختصر ابن الحاجب الأصلي: اعلم أن الأصوليين قد اعتمدوا في تعيين الأسماء الموصولة على علم النحو. انتهى كلامه بنحوه. وهذا الذي قاله صحيح. فأما النظر في دلالة الاسم الموصول على أفراده عموماً وخصوصاً فقد كان في الدرس الأصولي أكثر وأبين منه في كتب النحوي،
بل لا يتعرض له النحاة عادة. ولهذا فإن الزركشي رحمه الله في كتابه البحر المحيط ذكر اعتراضاً لبعضهم على وضع علم الأصول، وهو مناسب أن يذكر هنا لأننا نتكلم عن علاقة أصول الفقه بالعلوم الأخرى، وقد رأيتم وسترون إن شاء الله أنه يستمد من علوم شتى. فقد يقول قائل: فكيف يكون علماً قائماً برأسه؟ وهذا هو الاعتراض الذي ذكره الزركشي رحمه الله في مقدمة البحر المحيط في أصول الفقه، حيث قال هذا المعترض الذي نقل الزركشي كلامه، قال المعترض: أصول الفقه إنما هو مجرد نبذ جمعت من علوم متفرقة، فنبذة من النحو كالكلام على معاني الحروف والاستثناء وعود الضمير للبعض وعطف الخاص على العام ونحو ذلك، ونبذة من اللغة كالكلام في موضع الأمر في موضوع الأمر والنهي وصيغ العموم والمجمل والمبين والمطلق والمقيد، إلى آخر ما طول به هذا المعترض. فقال الزركشي رحمه الله في جوابه، قال: الجواب منع ذلك، فإن الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغوي، فإن كلام العرب متسع والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي باستقراء زائد على استقراء اللغوي. مثاله دلالة صيغة افعل على الوجوب ولا تفعل على التحريم، وكون كل وأخواتها للعموم، ونحوه مما نص هذا السؤال على كونه من اللغة، يقصد بالسؤال الاعتراض السابق. قال: لو فتشت لم تجد فيها شيئا من ذلك غالبا، وكذلك لا تجد في كتب النحاة في الاستثناء أن الإخراج قبل الحكم أو بعده وغير ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون وأخذوها من كلام العرب باستقراء خاص وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف يسير. وسامح الله ابن خروف النحوي، فإنه قد جار على أهل العلم بأصول الفقه وشهد عليهم شهادة باطلة، حيث قال: ولما قرأت علم الأصول بحثت عن معرفة أهلها بعلم اللسان، فوجدت جمهورهم مقلد فيه، فوجدت جمهورهم في كتبهم خالين منه، والعارف به من أشياخهم غير مستقل به، وجميعهم مقلد فيه، لأنهم لا يعلمون صواب تأويل ما نقلوا من ذلك واحتجوا به من خطائه، لا يعلمون صوابه من خطائه، وكذلك من أخذ عنهم إلى هلم جراً. انتهى كلام ابن خروف رحمه الله. وقد رد عليه شهادته الجائرة ابن الأزرق الغرناطي رحمه الله، حيث قال: لا يخفى ما في هذا الكلام من التحامل والإنحاء على أئمة النظر
وأعلام العلماء، ولا خفاء أن العلم بمقام الإمام الشافعي من علم اللسان ومقام من اشتهر بعده بتوفر الحظ من مواد هذا العلم وغيره إلى ما بعد زمان ابن خروف بكثير يمنع من قبول هذه الشهادة منه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أورث هذا الأمر، أعني أن الأصوليين اقتبسوا من علمي اللغة والنحو اقتباس الناظر الفاحص، أورث ذلك اختلافاً أحياناً بين الفريقين، وربما امتد الخلاف بينهما إلى الاختلاف في تفسير المصطلح المشترك أو عدم اعتباره. مثال ذلك جمع القلة وجمع الكثرة، مصطلحان معروفان في علم النحو، فأقل الأول جمع القلة أقله 3، والثاني أقله 11، والأصوليون عندهم قاعدة يقولون أقل الجمع 3، وبعضهم هذا جمهور الأصوليين، وبعضهم يقول أقل الجمع 2. المهم أن أقل الجمع عندهم عند الأكثرين هو هذا العدد أو نحوه. طيب أي جمع؟ لما يقولون أقل الجمع 3 قالوا كل جمع. طيب وجمع القلة والكثرة؟ قالوا لا، ما اعتبروا. ولهذا قال الإسنوي رحمه الله: اعلم أنه لا فرق عند الأصوليين بين التعبير بجمع القلة كأفلس وجمع الكثرة كفلوس على خلاف طريقة النحويين، على خلاف طريقة النحويين. انتهى كلامه. ومن ذلك مصطلح المفعول، مصطلح يستعمله الفريقان، أعني الأصوليين والنحاة. فأما النحاة فلا يسمون اللفظ مفعولاً حتى يجتمع فيه أمران: أحدهما خاصية لفظية، والآخر قرينة معنوية. فأما الأول فهو أن يكون اللفظ اسماً منصوباً، وأما الثاني فهو أن يكون وقع عليه فعل الفاعل. فباجتماع الأمرين معا يكون اللفظ مفعولا عندهم، وبانخرام أحدهما لا يكون كذلك. فأما الأصوليون فعندهم المعتبر عندهم هو الأمر الثاني فحسب، وهو أن يكون وقع عليه فعل الفاعل. فلو قلت أساء زيد إلى عمرو، عمرو هذا مفعول عند الأصولي لأنه وقعت عليه الإساءة، ويأبى النحاة أن يسموه مفعولا، إنما يقولون اسم مجرور. ولا غرابة في هذا الاختلاف بين الفريقين، لأن وظيفة الأصولي هي النظر في معاني الكلام، ووظيفة النحوي ضبط أواخر الكلمة. فلهذا اعتبروا في المفعول النصب، أن يكون اسماً منصوباً، اعتبروا فيه النصب. وإنما زادوا وقع عليه فعل الفاعل، إنما زادوه لضرورة تمييزه عن سائر الأسماء المنصوبة الأخرى كاسم إن أو خبر كان. وقد استعمل الأصوليون مصطلح المفعول في مثل قولهم: حذف المفعول يقتضي عموم المفعولات، حذف المفعول يقتضي عموم المفعولات. مثاله فيما يوافق اصطلاح النحاة، مثاله فيما يوافق اصطلاح النحاة قول الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. مفعول يدعو محذوف فيعم، فيكون المعنى يدعو كل الناس أو تقول كل الخلق.
ومثال القاعدة فيما يخالف اصطلاح النحاة قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله، حذف المفعول فيقتضي التعميم والتقدير: توبوا من كل ذنب. وإنما ذكرت هذا لئلا يبادر الطالب إلى تخطئة علماء الأصول إن وجد مثل هذه المصطلحات المشتركة تخالف المعنى المشهور في ذلك العلم. مثلا القاعدة التي يذكرها الأصوليون: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الأحاد على الأحاد. مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الأحاد على الأحاد. ويمثل لها الأصوليون بأن يقول الزوج لامرأتيه، أن يقول الرجل لزوجتيه: إن دخلتما هذين الدارين أو هاتين الدارين، إن دخلتما الدارين فأنتما طالقتان. قالوا: فلو دخلت كل واحدة دارا طلقت، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد. طيب أين الجمع؟ قالوا: إن دخلتما، الضمير ضمير التثنية هذا جمع، أنتما فأنتما جمع، الدارين جمع. فالطالب يعني قد يبادر إلى التخطئة، يقول: كيف الدارين جمع؟ الدارين مثنى وأنتما مثنى. ينتقل ذهنه مباشرة إلى علم النحو، مع أن الأصوليين ما أخطأوا، فالدارين جمع وأنتما جمع من جهة اللغة، من جهة اللغة، لأن كلمة الجمع يطلق في اللغة على الاثنين فأكثر، وهذا يقر به علماء اللغة، لأنه هو جمع من جهة ماذا؟ أنه ضم شيء إلى شيء، وهذا يصدق بكم؟ يصدق باثنين فأكثر، فهو جمع. وهذا يدلنا أيضا على أهمية البحث في المصطلحات، لأن المصطلحات مفاتيح العلوم. فأما علم أصول النحو فإن الأمر فيه على العكس، أعني أن استمداد المصنف في أصول النحو من علم أصول الفقه أكثر من استمداد الأصوليين من هذا العلم. وهذا العلم، أعني أصول النحو، هو أشبه علوم العربية بأصول الفقه. فعلم الأصول، أعني أصول الفقه، قد أثر فيه شكلاً ومضموناً، فلا يكاد يختلفان إلا في أمثلة المسائل. وأول عبارة في كتاب لمع الأدلة، لمع الأدلة وهو كتاب في أصول النحو لأبي البركات ابن الأنباري رحمه الله، أول كلمة فيه في كتابه تشعرك بهذا التقارب، فقد قال في مطلع كتابه المذكور: أصول النحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله، كما أن أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله. يقول: كما أن، فيشبه أصول النحو بأصول الفقه. ثم باقي فصول الكتاب التي ذكرها ابن الأنباري في هذا الكتاب، باقي فصول الكتاب هي بعينها موجودة في أصول الفقه. ولو قرأت فهرس موضوعات كتاب الاقتراح في علم النحو لجلال الدين السيوطي رحمه الله لحسبت أنك تقرأ فهرس كتاب في أصول الفقه. وكان السيوطي رحمه الله قد صرح بذلك في مقدمة كتابه المذكور،
حيث قال فيه: ورتبته على نحو ترتيب أصول الفقه في الأبواب والفصول والتراجم، كما ستراه واضحاً بيناً إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ومن الكتب التي خرجت الفروع الفقهية على القواعد الأصولية النحوية كتاب الكوكب الدري لجمال الدين الإسنوي رحمه الله، وهو كتاب نفيس للغاية. والإسنوي من أخبر الأصوليين بعلم النحو، فإنه من تلاميذ أبي حيان الأندلسي وأبو حيان تلميذ ابن مالك رحمهم الله جميعا. ومن الكتب أيضا زينة العرائس من الطرف والنفائس لجمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى. ومن كتب أصول النحو الجيدة كتاب فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح، ومؤلفه أبو عبد الله الفاسي رحمه الله تعالى، مطبوع في مجلدين. فأما كتب النحو فهي كثيرة جدا، ويعسر الترجيح بينها، وقد يوجد في كتاب ما لا يوجد في غيره، لكن من أحسنها، أقول من أحسنها، وليس كل ما هو حسن أو أحسن منها، من أحسنها كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي، شرح جليل القدر فيه كثير من التحقيق والتدقيق في هذا العلم. وأيضا كتاب التذييل والتكميل في شرح التسهيل، الأصل لابن مالك والشرح لتلميذه أبي حيان الأندلسي رحمه الله، وهو كتاب كبير من أكبر كتب النحو. ومنها أيضا كتاب المقاصد الشافية، وهو شرح على الألفية، ألفية ابن مالك، ومؤلفه أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله. سابعاً، علاقة أصول الفقه بعلوم البلاغة. صرح بعض الأصوليين باشتراط علم البلاغة للمجتهد، يعني نصوا عليه، ما اكتفى بكلمة علوم العربية بل نصوا على البلاغة مع علوم العربية، منهم ابن السبكي رحمه الله، وذلك في كتابه جمع الجوامع. فقال شارحه الزركشي رحمه الله في تشنيف المسامع، قال في تعليل ذلك: وأما اعتبار البلاغة فلأن الكتاب والسنة في الذروة العليا من الإعجاز، فلا بد من معرفة الإعجاز ومواقعه وأساليبه ليتمكن بذلك من الاستنباط، يعني ليتمكن المجتهد من الاستنباط. انتهى كلامه رحمه الله. وذهب بعضهم إلى عدم اشتراط علم البلاغة في المجتهد، حيث قال شهاب الدين الكوراني رحمه الله: البلاغة ليست شرطاً في المجتهد، لأن جمهور المجتهدين كانوا متبحرين في الاجتهاد، مع أنه لم يكن هذا العلم مدوناً، بل كونه، الضمير يرجع للمجتهد، يعني بل كون المجتهد، بل كونه ذا طبع مستقيم كاف، يعني يكفي بذلك. انتهى كلامه بنحوه. وأما العطار رحمه الله فقد اشترط علم البيان وحده، حيث قال: اشتراط معرفة البلاغة في المجتهد لا يخلو من شيء، لرجوعها إلى المخاطبات، على أن الاجتهاد تحقق قبل تدوينها،
والذي يظهر أن المحتاج إليه في الاجتهاد هو النحو والصرف والبيان لا غير. انتهى كلامه رحمه الله. وإنما ذكرت مسألة اشتراط علم البلاغة في المجتهد لأن علم أصول الفقه كما مر معنا البارحة قد سماه بعضهم علم الاجتهاد، وهي تسمية مطابقة، تسمية صحيحة، من باب تسمية الشيء باسم ثمرته وما يؤول إليه صاحبه، فتحصيله إذن شرط في المجتهد. وأما من حيث واقع الكتب الأصولية فإنها لم تخل من نقل عن كتب البلاغة واستفادة في بعض المباحث الأصولية منها، نظراً لوجود مباحث مشتركة بين العلمين كمبحث الحقيقة والمجاز والكناية والخبر والإنشاء والقصر وغير ذلك. وأما استمداد كتب البلاغة من أصول الفقه فقد كان يقع أحياناً لما قلناه من وجود اشتراك في بعض المباحث أو المصطلحات، وأيضاً لكون بعض من صنف في البلاغة هم من علماء أصول الفقه كالتفتزاني وأكمل الدين البابرتي وغيرهما رحمهم الله تعالى. وأبرز كتب البلاغة التي لها عناية بالنقل من أصول الفقه كتاب عروس الأفراح، عروس الأفراح، وهو شرح على تلخيص المفتاح، ومؤلفه بهاء الدين السبكي رحمه الله، وقد صرح بذلك في مقدمة كتابه حيث قال بأنه مزج قواعد علم البلاغة بأصول الفقه والعربية، ثم قال في موضع آخر: اعلم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية التداخل، فإن الخبر والإنشاء اللذين يتكلم فيهما علم المعاني هما موضوع غالب الأصول، وإن كل ما يتكلم عليه الأصولي من كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم ومسائل الأخبار والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتفصيل والتراجيح كلها ترجع إلى موضوع علم المعاني، وليس في أصول الفقه ما ينفرد به كلام الشارع عن غيره إلا الحكم الشرعي والقياس وأشياء يسيرة. هكذا قال رحمه الله. هذا ولأهمية علوم العربية ومنها علم البلاغة صنف معين الدين الجاجرمي رحمه الله تعالى، صنف كتابه الرسالة في أصول الفقه واللغة، وضمنه مباحث من علم الأصول ومن اللغة والنحو والصرف والبلاغة. ثامناً، علاقة أصول الفقه بعلمي الفقه والقواعد الفقهية. الفقه ثمرة علم الأصول، وما صنف هذا العلم إلا لأجله، فالأصول طريق إلى الفقه والفقه مستمد منه، ولهذا أضيف هذا العلم إليه وحده في التسمية فقيل أصول الفقه. ولهذا قال الإسنوي رحمه الله:
علم الحلال والحرام الذي به صلاح الدنيا والأخرى وهو المسمى بعلم الفقه مستمد من علم أصول الفقه وعلم العربية، فأما استمداده من علم الأصول فواضح، وتسميته بأصول الفقه ناطقة بذلك، وتسميته بأصول الفقه ناطقة بذلك. انتهى كلامه من الكوكب الدري. والذي يظهر والله أعلم أن من سماه بأصول الفقه ما أراد بالفقه هنا اصطلاح المتأخرين، وهو خصوص العلم الذي يبحث في الأحكام الشرعية العملية كالطهارة والصلاة والصوم والنكاح والبيع والجنايات ونحو ذلك، وإنما أراد الفقه بالاصطلاح القديم الذي هو عامة أحكام الشرع، وذلك أنه كما قلنا البارحة أنه ما من حكم شرعي فقهيا كان أو عقديا إلا وهو عائد إلى قاعدة أصولية، ومهما يكن من أمر فإن الأحكام الشرعية العملية، يعني بمناسبة ما ذكرناه آنفا في أن كل حكم يرجع إلى قاعدة أصولية، عدل المصنفون المتأخرون من الحنفية عن كلمة أصول الفقه إلى أصول الشرع لما ذكروا الأدلة، فقالوا أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، ورابعها القياس، العبارة المشهورة في المنار وغيره. ثم قال الشراح عدلوا عن كلمة أصول الفقه إلى أصول الشرع لينبهوا على أن كل حكم شرعي يرجع إلى قاعدة أصولية، ولو قال أصول الفقه لربما فهم الطالب الفقه باصطلاح المتأخرين وهو علم الأحكام الشرعية العملية. أقول ومهما يكن من أمر فإن الأحكام الشرعية العملية التي هي علم الفقه بالاصطلاح المتأخر قد استمد من علم الأصول، وذلك في أصله وبنائه، فإنه مبني على قواعد أصولية ومخرج عليها كما قلنا، وكذلك يستمد من الأصول عند الاستدلال على آحاد المسائل، لأن وجه الاستدلال، وجه دلالة الدليل النقلي على الحكم إنما يكون قاعدة أصولية. دائما الدليل النقلي الذي يذكر في الفقه، إذا أردت أن تذكر أو رأيت من يذكر وجه الدلالة على الحكم فاعلم أنه قاعدة أصولية. ومن يقارنون بين المذاهب في علم الخلاف الذي يسمى في هذا العصر بعلم الفقه المقارن يحتاجون إلى أصول الفقه حاجة كبيرة، وذلك عند مناقشة أدلة كل مذهب، لأنه يكون من باب التعارض والترجيح وذكر الدلالات أيضا، وأيضا عند الترجيح بين الأقوال يحتاجون إلى أصول الفقه، وعند بيان سبب الخلاف، يعني عند ذكر الأدلة للمذاهب المختلفة، وعند مناقشة الأدلة، وعند الترجيح، وعند بيان سبب الخلاف، يحتاجون في كل هذه العناصر في دراسة المسألة الخلافية يحتاجون إلى أصول الفقه. فإن من أهم أسباب الخلاف في المسائل الفقهية هو اختلاف الفقهاء في القواعد الأصولية، وكثير من أسباب الخلاف الذي يذكر في الفقه المقارن أو علم الخلاف في الحقيقة هو يرجع إلى الخلاف في الأصل. مثال ذلك أن مفهوم الشرط حجة معتبرة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وليس بحجة عند الحنفية، هذا خلاف في أصول الفقه.
ولأجل هذا الخلاف الأصولي اختلفوا في مسألة فقهية في عدة مسائل، لكن منها مسألة النفقة من الزوج المطلق على مطلقته البائن، يعني إذا طلقها الطلقة الثالثة هل يلزمه الإنفاق عليها زمن العدة أو لا؟ فقال الجمهور من يعني المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يجب عليه النفقة، وقال الحنفية تجب لها النفقة. وسبب اختلافهم هذا هو اختلافهم في مفهوم الشرط في قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، إن هذه أداة إيش؟ أداة شرط. فمفهوم شرطه المخالف إن لم يكن حوامل فلا يجب أن تنفقوا عليهن، وبه أخذ الجمهور. وقال الحنفية مفهوم الشرط ليس بحجة فتجب لها النفقة حاملا كانت أو حائلا. والمخرجون في المذاهب المتبوعة أهل التخريج في المذاهب المتبوعة يحتاجون إلى أصول الفقه حاجة كبيرة، بل هو شرط فيهم، ما يصل إلى رتبة التخريج في المذهب يقال فلان من المخرجين في المذهب حتى يكون عارفا بأصول الفقه. التخريج ما معناه؟ التخريج يعني نقل الحكم الذي قضى به إمام المذهب في مسألة إلى مسألة أخرى ليس له فيها نص، يأتون إلى مسألة قضى فيها الإمام بحكم فينقلونها إلى مسألة أخرى لم ينقل عن الإمام فيها رواية، ينقلونها إليها لأنها تشبهها، ينقلون الحكم إليها لأنها تشبهها. مثال ذلك الموالاة في الوضوء واجبة، نص عليه الإمام أحمد في عدة مواضع، فأما الموالاة في التيمم فهل هي واجبة؟ الموالاة في الوضوء معناها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني يتابع في غسل الأعضاء ما يتأخر. والموالاة في التيمم ألا يؤخر مسح عضو حتى ينشف الذي قبله لو كان مغسولا، لابد من هذا القيد الأخير لو كان مغسولا، لأن النشافة ما تتصور مع التراب. طيب الإمام أحمد نص على أن الموالاة في الوضوء واجبة، في التيمم ما وجد الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله ما وجدوا نصا، والمعتمد في المذهب أنها واجبة، أن الموالاة في التيمم واجبة. فماذا قال الحنابلة؟ قالوا تجب الموالاة في التيمم تخريجا على قول الإمام في الوضوء، فهذا تخريج لأن أشبه شيء بالوضوء هو التيمم، فالتخريج في المذاهب يشبه القياس الأصولي، والتخريج ضرب من ضروب الاجتهاد، والمجتهد كما قلنا لا بد أن يكون عالما بأصول الفقه، فهنا لا بد إذن أن يكون المخرج عالما بأصول الفقه خصوصا القواعد الأصولية التي يحتج بها إمام مذهبه، حتى لا يفضي تخريجه إلى مخالفة أصول إمامه. هذا ما يتعلق باستمداد الفقه من علم الأصول. فأما العكس وهو استمداد أصول الفقه من علم الفقه فهو واقع من ثلاث جهات. الجهة الأولى من حيث التصور، أعني تصور الأحكام الفقهية، فلا بد من تصور الأحكام حتى يتصور، يعني حتى يمكن التصور
تصور القصد إلى إثباتها أو نفيها، وذلك لأن الحكم على الشيء فرع تصوره، وقواعد الاستنباط متوقفة على تصور الشيء المستنبط. هذه الجهة الأولى. والجهة الثانية اقتباس آحاد المسائل الفقهية، الاقتباس في آحاد المسائل الفقهية أمثلة اقتباس بعض المسائل الفقهية أمثلة للقواعد الأصولية، فإن المثال جزء من المسألة الأصولية، والمثال ينبغي أن يكون حكما شرعيا، والعادة أنه يكون حكما من الفقه. فهذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة ما وقع عند الحنفية في منهجهم في تقعيد قواعد أصول الفقه، وهو ما يسمى في المداخل الأصولية بطريقة الفقهاء، وهي إحدى طرق ثلاث سار عليها المصنفون في أصول الفقه. وذلك أن الحنفية استنبطوا من الفروع الفقهية المأثورة عن أئمتهم أصولاً لتلك الفروع، ومن ثم كثرت الفروع الفقهية في كتبهم الأصولية. هذا وبقي أن تعلم أن بعض المصنفين في الفقه والخلاف والفتاوى كانت لهم عناية زائدة بأصول الفقه، حتى استكثروا من إيراد المباحث والفوائد الأصولية في كتبهم الفقهية، وصارت هذه المصنفات الفقهية صارت بهذا الاعتبار صارت رافدا من روافد علم أصول الفقه. ومن تلك الكتب أولاً الحاوي الكبير، وهو شرح على مختصر المزني رحمه الله، والشارح هو أبو الحسن الماوردي رحمه الله، ففيه فوائد ومباحث أصولية مطولة ونافعة، وقد يسترسل في المسألة الأصولية حتى يكتب فيها الصفحات المتوالية، بل قد يطيل جداً حتى إنه كتب في أول كتابه نحواً أو أكثر من 20 صفحة، وهي من أصول الفقه خصوصاً في مباحث التقليد. وكذلك لما جاء إلى شرح كتاب أدب القاضي من المختصر المزني، في هذا الكتاب كتاب الحاوي الكبير كتب ما يزيد على 100 صفحة من أصول الفقه. ثانياً كتاب نور البصر في شرح المختصر، المتن للشيخ خليل رحمه الله، والشرح لأبي العباس السجلماسي رحمه الله، وهو شرح حافل بأصول الفقه لولا أن صاحبه مات قبل إتمامه، وما شرح من مختصر خليل إلا شيئاً يسيراً. الثالث مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اشتملت هذه الفتاوى على مباحث وفوائد أصولية جليلة القدر وحرية بالقراءة والاستفادة منها. وهذه الكتب الثلاثة إنما ذكرتها لمجرد التمثيل، وإلا فيوجد غيرها كثير من كتب الفقه والفتاوى. هذا ما يتعلق بالفقه. فأما علم القواعد الفقهية فهو قريب الشبه بعلم أصول الفقه، من حيث إن كلاً منهما يبحث في قواعد كلية لها فروع فقهية، وإن اختلف العلمان من جهات أخرى. وهذا العلم، علم القواعد الفقهية، علم جليل القدر،
ولأهميته فإن بعض الأصوليين أورد في كتابه الأصولي طرفاً من قواعد الفقه، كما فعل علاء الدين المرداوي رحمه الله في كتابه التحبير، وكما فعل الخادمي رحمه الله في آخر كتابه مجامع الحقائق، وغيرهما قليل. فأما عكس ذلك، أعني استمداد علم القواعد الفقهية من أصول الفقه، فقد وقع ذلك كثيراً في كتب هذا الفن، فلا يكاد يوجد كتاب في قواعد الفقه إلا وقد اقتبس قواعد أصولية برمتها في كتابه، لكن منهم المقل ومنهم المكثر. ومن أهم الكتب في ذلك كتاب الفروق لشهاب الدين القرافي رحمه الله، ذكر الفروق بين عدد من، يعني ضمن الكتاب بعضا من الفروق بين بعض القواعد الأصولية أو ما له علاقة بالمسألة الأصولية. ومن الكتب المجموع المذهب في قواعد المذهب لصلاح الدين العلائي رحمه الله، ذكر جملة كبيرة من قواعد أصول الفقه، ومنها الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي رحمه الله، أيضا ذكر جملة كثيرة من أصول الفقه، وكتاب القواعد لتقي الدين الحصني رحمه الله. ومن الكتب الجامعة الكبيرة في هذا العلم، من الكتب القديمة يعني، كتاب المنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى، إلى غير ذلك من الكتب. والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.